السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله معاكم الدكتورة نشوة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن تكملة للحلقات اللي أنا عملتها قبل كده، خاصة بمجال التصنيع الغذائي والعجائن. إحنا اتكلمنا عن التصنيع الغذائي، اتكلمنا عن المنهجية بتاعت الجدارات اللي المناهج اللي قائمة على الجدارات بتاعت التصنيع الغذائي، وعرفنا إيه هي المقررات المفروض الطالب يحصل عليها علشان الطالب نعده لأنه يكون طالب مهاري يقدر إن هو يؤدي الوظيفة بتاعته على أكمل وجه، إن هو يروح سوق العمل ويبتدي في معايير أداء معينة. المعايير دي خاصة بالمهنة اللي هو هيلتحق بيها، سواء كان تصنيع غذائي أو بساتين أو أي تخصص هو يحبه. إحنا بنديله الجدارات المهمة اللي هو تؤهله لسوق العمل من خلال معايير الأداء اللي هو بيتعلمها وبيأديها على أكمل وجه، وبيصبح جدير أو ليس جدير بعد. الطالب لما بيجتاز ويبقى جدير طبعا بيبقى هو كده بيحصل على ان هو يقدر يمارس المهنة في سوق العمل. لما بيكون مثلا وقع منه اي حاجة بيبقى غير جدير بعد، وبيتعمل له زي برنامج علاجي بسيط كده، بيشوف الحاجة اللي وقعت منه ايه ونبتدي ندربه عليها بطريقة صحيحة علشان خاطر يدخل المهنة يبقى عارف ما يقعش في اي خطأ. طبعا كون ان احنا نعد الطالب بهذه الطريقه لسوق العمل دي تعتبر يعني نقله كبيره جدا، والنقله دي هتخلي فيه تطور جامد جدا في التعليم الفني والاقبال الشديد عليه. طبعا احنا عرفنا كمان ان التعليم الفني ليس فقط تعليم زراعي، في التعليم الصناعي، في التعليم الفندقي، وفي التعليم التجاري، كل يعني يصب في بوتقه واحده اللي هي التعليم الفني. احنا بنرقى بهذا التعليم وبنطلع بمستواه ان احنا فعلا ابتدينا نركز على الجزء المهاري اكتر من المعرفي. الاول كان الجزء المعرفي هو الدارج، ويبقى الجزء العملي بياخد حاجات بسيطه جدا، بس دلوقتي ابتدى الطالب يدخل المعمل، وابتدى يدخل في المصانع، وابتدى يشوف بعض التدريبات برؤيه العين، وابتدى يمارس يعمل التدريبات دي بايده، وابتدينا نقيمه، وابتدى يبقى عنده نوع مهارات، ودي حاجه بتخلي الماده جميله وفيها نوع من العمليه بحيث الطالب بيبقى مقبل عليها بشكل كويس جدا. طبعا ان شاء الله باذن الله احنا المره اللي فاتت اتكلمنا برضو عن المناهج بصفه عامه في قسم التصنيع الغذائي، وعرفنا ان المنهج بالنسبه للي بيدرس المناهج العاديه احنا بنركز في جزئين بالهدف من الطالب ان هو بيعرف جزء مهاري وجزء معرفي. احنا طبعا بنأهله بالجزء المعرفي، نبتدي نديله بعض المعلومات البسيطه اللي هي بتثقله بحيث ان هو لما يؤدي التدريب المهاري يبقى الى حد ما عارف هو بيعمل ايه، وعارف كل ظاهره بتحدث وبتحدث ليه. خدنا برضو المرة اللي فاتت ايه هي المناهج اللي المفروض الطالب بيدرسها او المقررات اللي بيدرسها. خدنا ان في مقرر في الصف الاول اسمه الصناعات الزراعية، وعرفنا يعني ايه كلمة صناعات زراعية، وابتدينا ناخد اشهر دروس في كل منهج. يعني منهج الصف الاول خدنا درس عن التجفيف، وعرفنا ان احنا بالتجفيف الشمسي احنا عرفنا نعمل حاجات حلوة داخل المدرسة بتاعتنا، ان احنا ابتدينا نصمم مجففات صغيرة، والمجففات الصغيرة دي ان احنا استغلينا الطاقة النظيفة اللي هي طاقة الشمس، وابتدينا نعمل بيها انواع كثيرة من التجفيف اللي هي التجفيف الخضراء وتجفيف الفاكهة. كمان ان احنا ابتدينا نعمل حاجات زي قمر الدين، وابتدينا ندخل فواكه تانية في عملية ان احنا نعملها لفائف، فدي كانت حاجة حلوة جدا ان انت احنا استغلينا الجزء العملي او الجزء النظري في ان احنا نعمل حاجة عملية كويسة. تطرقنا الى الصف الثاني وقلنا ان الصف الثاني الطالب بياخد اربع مقررات، قلنا الاربع مقررات وخدنا الهدف من كل مقرر. احنا قلنا المقرر في الصناعات الغذائيه بياخد فيها الاغذيه الشعبيه، بيعرف يعني ايه صناعات غذائيه. خدنا الغذاء والتغذيه، وحده غذاء وتغذيه بياخد فيها الطالب ايه هي الغذاء، الوجبه الغذائيه المتكامله، ازاي بيعرف ايه انواع الفيتامينات والاملاح المعدنيه، ووظيفه كل فيتامين، وكل فيتامين موجود فين في بالنسبه للخضر او الفاكهه. وخدنا المكونات الاساسيه للغذاء، وعرفنا نقول كل حاجه وبياخد منها كميه قد ايه.
برضو جاء بعد كده برضو في سنة تانية بياخد الطالب العجائن والمخبوزات، وفي الجزء ده طبعا احنا بنكون بنأهله بمعلومات بعد بسيطة، يعني سنة تانية وتالتة مكملين لبعض في مادة العجائن. بيبتدي ياخد الحباية بتاعة القمح والحبوب اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، وازاي من الحباية دي يبتدي يطحنها ويبتدي يطلع منها استخراجات الدقيق المختلفة ومنتجات عملية الطحن، ويبتدي يعرف أنواع الدقيق المختلفة وكل دقيق بيدخل إيه المنتج اللي ممكن يدخل فيه، لو كان عايز يصنع بسكويت أو عايز يصنع فطير إيه هي أنواع الدقيق وهي أنواع المخبوزات المختلفة. وكلمنا برضو إن في الطالب بيعرف برضو طرق شراء الحبوب دوليا وعالميا، بيعرف إزاي من طرق الشراء، وابتدى يعرف كمان إزاي بيبتدي يخزن الحبوب دي بطريقة سليمة في الصوامع وإيه هي أنواع الصوامع، عشان خاطر يعرف إيه أحسن نوع من أنواع الصوامع. وشفنا المرة اللي فاتت برضو شكل للصوامع اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، وبرضو بيعرف الطالب إزاي بيكيف حباية القمح على عملية الطحن، وإزاي بيرطبها وبيعمل عملية الترطيب علشان عملية الطحن تطلع سليمة والدقيق الناتج يطلع سليم. الوحدة دي تعتبر إحنا بنتكلم عن الحبوب نفسها. بعد كده برضو في ضمن الصف الثاني خدنا اللي هي المستخلصات والزيوت العطريه، المستخلصات الغذائيه والعطريه، خدنا فيها يعني ايه كلمه مستخلصات، واخدنا الزيوت الثابته والزيوت العطريه وكيفيه الاستخلاص ليها وكيفيه ان احنا استخلاص الزيوت العطريه دي ازاي وازاي الالوان الطبيعيه وكل نوع من انواع الصبغات موجود فين. الكلام ده كله بيبقى يعني الماده دي بالذات ماده طريفه جدا وفيها معلومات جميله جدا، ازاي احنا من الياسمين او من زهور الياسمين نبتدي نحصل على الزيت العطري، وازاي عجينه الياسمين دي بتتعمل. الكلام ده بيدرسه الطالب دراسه جميله جدا، وساعات بيروح المصانع الخاصه بعمليات التصنيع وبيشوف الكلام ده رؤيه العين يعني مع نفسه. بعد كده كمان احنا اتكلمنا عن ان في منهج تاني اللي هو منهج التكنولوجيا مخابز ومصانع. تكنولوجيا مخابز ومصانع دي المادة دي بيدرس أي خط إنتاج، مثلا سواء كان خط إنتاج الخبز، خط إنتاج أي نوع من أو خط إنتاج البسكويت، بيعرف الطالب الأجهزة والأدوات اللي موجودة في المخابز البلدية ومخابز الأفرنجية وخطوط الإنتاج المختلفة، وبيعرف إزاي إيه هي الأجهزة والأدوات اللي موجودة، إزاي بيقوم بيعمل نظام نظافة ونظام تطهير لهذه الأدوات، بحيث يبقى الطالب عارف يعمل حتى صيانة بسيطة، وإزاي إن هو قبل ما بيشغل الآلة بيراعي إيه وبيراعي إيه وبيراعي إيه، وبالتالي وإزاي يقوم بترتيب هذه بتنظيف هذه الآلة وترتيبها، وإزاي نظم التنظيف اللي موجودة جوه المصانع، سواء كان التنظيف في نفس المكان أو التنظيف في الخارج، وإمتى بنستخدم ده وإمتى بنستخدم ده. برضو هذه المادة بتتطرق إزاي نعمل نظام مكافحة للآفات والحشرات بطرق مختلفة، ويعرف انواع المقاومه ايه، ويعرف المخازن اللي موجوده اللي بتخزن فيها الحبوب والخامات والممارسات الصحيه والممارسات التصنيعيه الجيده، وبالتالي بياخد جزء حلو قوي في عن المصانع. طبعا ده اتكلمنا عليه برضو المره اللي فاتت بشيء من الاستفاضه. برضو اتكلمنا عن الصف الثالث. الصف الثالث قلنا بياخد مناهج او ثلاث مقررات مهمه جدا، اللي هي ماده الصناعات الغذائيه اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت عن واستخدمنا فيديوهات كتيره قوي في ان احنا مثلا بنعرف يعني ايه بعض المنتجات اللي بتنتج في المعامل والمعامل بتاعت المدرسه وفي المصانع، اللي هي المربات والجيلي والمرميلاد، وعرفنا كل واحد فيهم وعرفنا خطوات تصنيع المنتج والمنتج الجيد بتبقى ايه صفاته وايه هي العيوب اللي موجوده في المنتج، واحنا لما نيجي نعرف اي منتج فيه عيب نعرف على طول العيب ده ايه سبب العيب، وبالتالي يبقى احنا كده خدنا جزء المعرفي وجزء المهاري كويس. وخدنا منتجات كتيره في الصناعات الغذائيه، بيكون طبعا في عندك صناعه الحلوى الطحينيه، شفنا المره اللي فاتت ازاي بنصنع الطحينه وازاي بنصنع الحلوى الطحينيه، وبيكلمنا برضو ان في بننتج الخل وننتج الكحول وننتج زيت الزيتون، الكلام ده كله موجود في منهج الصناعات، وبيبقى في الاخر خالص في وحده خاصه بعمليه التعبئه والتغليف والجديد في مجال التعبئه والتغليف، وازاي ان احنا بنصنع العلب اللي بتعبق فيها المواد الغذائيه، وان كل نوع من انواع يعني التعبئه او التعليب كل نوع من انواع العلب ليها نوع معين من الغذاء، بمعنى ان انت العلبه عشان تمنع تفاعل الماده الغذائيه مع
مكونات العلبه، بنحط الانامل اللي هي الماده الورنيشيه، وعندنا كذا نوع من انواع المواد الورنيشيه، كل واحد له علاقه بنوع معين من الغذاء. الطالب بيشوف الكلام ده، بيشوف برضو مراحل تصنيع العلب الصفيح، ازاي العلب الصفيح بتبتدي تتكون وازاي بتتقفل، وبعد كده كمان ازاي الاختبارات اللي بتجرى على الصفيح علشان نضمن ان العلب تبقى معموله بجوده عاليه. في مجال التعبئه والتغليف برضو في عندنا اللي هي صناعات الورق، في الورق المحسن، وايه هي يعني وايه هي اهم المنتجات الناتجه من الورق، وفي عندنا انواع كثيره جدا من الورق الطالب بياخدها بشيء من الاستفاده طبعا. برضو في من انواع التعبئه والتغليف في عندنا البلاستيك، في عندنا البولي ايثيلين والبولي فينايل، كل الكلام ده، وبولي بروبيلين، دي انواع من انواع العبوات البلاستيكيه اللي كل واحده ليها نوع من انواع الخواص، وكل واحده بتتناسب مع الماده الغذائيه اللي بتبتدي تتحط فيها. ده باستفاضه جيده في ماده الصناعات الغذائيه. بعد كده اتكلمنا عن ماده العجائن. ماده العجائن في الصف الثالث ماده سريه جدا، لان الطالب طبعا بيعرف انواع العجائن المختلفه، سواء كانت عجائن سائله او عجائن جامده، وبيعرف ازاي بتتكون الشبكه الجلوتينيه، ازاي الدي ده نقول عليه دي جامد او قاسي، وازاي الدي ده بيبقى من لما تيجي تعمل العجينه، ازاي نعمل الاختبارات بتاعتها، ازاي بتتحط العجينه في جهاز الاكستنسوجراف والفارينوجراف، وبنعرف نقدر الحاجات المعينه ليها، المرونه، المطاطيه، الكلام ده من خلالها بنعرف نوع العجينه عشان نبقى عارفين بعد كده ان هذا الدقيق بيوجه لنوعه. برضو خدنا واتفرجنا على فيديو عن طرق تصنيع الكيك، وفي الطريقه البسيطه اللي هي الطريقه الاسفنجيه الجميله اللي اي ربة بيت ممكن تعملها في البيت بطريقه كويسه جدا، بحيث انها يعني الطالب برضو ما بيجي يعرف صناعه الكيك، لما بيعرف اي عيب في الكيك بيفهم على طول ايه هو الخطا اللي وقع فيه. لما الكيكه تكون هبطانه، لما الكيكه الوش بتاعها يحمر وجوه نيه، الكلام ده كله هو بياخدها بطريقه بحيث ان هو لو شاف اي نوع من الخطا يعرف على طول ده سببه ايه وايه الخلل اللي وقع فيه. ده كده تبقى حاجه حلوه جدا ان الطالب يشوف حاجه ويبقى عارف، ده يبقى طالب مهاري خلاص، اثقلناه بالمعلومات وبالمهاره بحيث ان هو خلاص ابتدى ممكن يروح في سوق العمل ويبقى حاسس ان هو عنده ثقه بنفسه كويس قوي ان هو يشتغل في المجال بتاع مثلا المخبوزات والعجائن. برضو المخبوزات والعجائن في برضو جزء خاص بالحلوى الشرقيه والحلوى الشرقيه، وخدنا الحلوى البلديه زي الفوليه والسمسميه والحمصيه، الكلام ده احنا بنعمله في المعامل عندنا، وبيعرف الطالب ايه هي شروط الحلوى البلديه الجيده، وازاي هو لو يستخدم امتى السكر، وامتى يحط الجلوكوز على السكر، وامتى ياخد النسب معينه عشان تطلع الجوده بتاعتها بطريقه كويسه. برضو من ضمن الحاجات اللي خدناها طبعا المكرونه، صناعه المكرونه، ودي من الصناعات الحلوه جدا اللي بنستخدم فيها استخراج دقيق اللي هو السيمولينا. بنعرف برضو خصائص السيمولينا دي ايه، وبنعرف انواع المكرونه الجيده، وفي جمهوريه مصر العربيه بتتعمل ازاي، وهل في نسبه خلط ما بين الدقيق والسيمولينا، وعمليه التصنيع، واحنا شفنا بالفيديوهات السابقه طريقه صناعه المكرونه الاسباجيتي، وازاي ان هي بتدخل العجينه بتتشكل باشكال كتيره جدا، وبتدخل على فرن التجفيف، وايه هي شروط عمليه التجفيف، وايه الخلل لو حصل اي عيب في عيوب المكرونه، الطالب هيبتدي يقول لك، حتى احنا بنجيبها له في الامتحان تعليلات، مثلا يقول لك ليه اللون الباهت في المكرونه، ليه البقع السوداء، الكلام ده كله بيبقى عارفه وبيبقى فهمه بطريقه كويسه جدا. من ضمن برضو كان الموضوعات الشيقه اللي في ماده العجائن موضوع خاص عن البصق الحراري، اللي هو استخدام جهاز الاكسترودر، ان انت بنبتدي نستخدم الحاجات اللي عامله زي البوز والكلام ده، ازاي هي بنبتدي، طبعا الصناعه دي في مصر تطورت جدا جدا، وبياخد جزء لا باس به من الجزء المعرفي الخاص بهذه النقطه. كل ده درسناه واتكلمنا عنه. احنا كان ناقص لنا حاجه واحده اللي هي القسم الخاص باللحوم، تصنيع اللحوم. طبعا احنا كل سنه وانتم طيبين، احنا دلوقتي مقبلين على العيد، عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين. والعيد ده طبعا احنا كلنا والبعض منا بيتناول اللحوم والبعض الاخر بيذبح. فاعتقد ان هذه الماده العلميه انها هتفيدنا جدا في عمليه نعرف يعني ايه كلمه لحوم، نعرف يعني ايه هي فايده اللحوم، نعرف برضو ان اللحمه دي بعد شروط الذبح السليم الحيوان النموذجي لعمليه الذبح بيكون ايه، ونعرف ازاي نعرف ان الحيوان ده
كان سليم ذبح ذبح يعني ذبح ذبح حيوي، او ان هذا الحيوان توفى وتم عملية الذبح برضه من خلال الكلام اللي ان شاء الله المعلومات اللي هقولها النهارده هنعرف هذا الكلام. برضه من ضمن الكلام اللي يعني هنقوله برضه، ايه هي التغيرات ما بعد الذبح؟ يعني اللحمه بعد ما انت بتذبح الذبيحه، الذبيحه دي اللحمه بتاعتها ايه اللي موجود فيها وايه اللي بيحصل فيها؟ وهيكون من خلال فيديوهات صغيره كده هنعرف الى حد ما طريقه الذبح السليم. وان شاء الله اتمنى تكون هذه الحلقه ان شاء الله هتكون كويسه وهتفيد جدا، خصوصا انها متوافقه مع العيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين. هنشوف دلوقتي كده بسرعه بالباوربوينت. اول حاجه احنا قلنا الهدف من هذه احنا قلنا اكساب الطالب جزء معرفي وجزء مهاري. احنا زي ما احنا قلنا وقلت لكم ان مناهج قسم التصنيع الغذائي والعجائن الغذائيه، قلنا اول حاجه اللي هي بالنسبه للصف الاول عندنا ماده اللي هي الصناعات الزراعيه، وبرده قلنا الصف الثاني عندنا الصناعات الغذائيه، وعندنا العجائن والمخبوزات، وعندنا المستخلصات والزيوت العطريه، وعندنا تكنولوجيا المصانع والمخابز. بعد كده عندنا الصف الثالث، الصف الثالث أول حاجة اللي هي الصناعات الغذائية، وعندنا العجائن، وعندنا هنتكلم النهاردة بإذن الله عن حفظ وتصنيع اللحوم، حفظ وتصنيع اللحوم. أول حاجة هنقول الهدف من المكرر ده إيه؟ أول هدف من أهداف المكرر إكساب الطالب المعرفة والمهارة في كل من، أول حاجة بنعملها إن إحنا بنعمل تعريف للحوم، وإيه هي أنواعها؟ وإيه العوامل اللي بتأثر على طبيعة وتركيب اللحمة؟ برضو من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض هنعرفها اللي هي شروط الذبح السليم، وازاي واختام اللحوم، ازاي انواع الاختام المعينة، وبرضو هنعرف تغيرات ما بعد الذبح في اللحوم، وهنعرف طرق حفظ اللحوم والصناعات القائمة على اللحوم ومخلفاتها وتصنيع منتجات الدواجن وفساد اللحوم. طب لما نيجي بعد كده نقول عايزين نعرف ايه هي القيمة الغذائية للحوم. اما نيجي نعرف اللحمة احنا ايه قيمتها الغذائية بالنسبة للانسان، قيمة اللحوم الغذائية بالنسبة للإنسان كذا حاجة. اول حاجة بتعتبر مصدر للبروتين الحيواني الكامل في قيمته الحيوية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللحمة بتحتوي على معظم الاحماض الامينية الاساسية اللي بيحتاجها الجسم. على فكرة الكلام ده برضو موجود في البيض وفي اللبن. يبقى احنا دلوقتي لازم الانسان يتناول وجبة من اللحوم، وجبة من اللحوم او البيض او اللبن. ليه؟ لان البروتين بتاعها عالي، قيمته الحيوية عالية. يعني ايه قيمته الحيوية عالية؟ يعني بيحتوي على الاحماض الامينية الاساسية اللازمة التي يحتاجها الجسم، لان احنا عارفين ان الجسم لا يستطيع تكوين الاحماض الامينية الاساسية ولكن يتناولها عن طريق مصدر خارجي. من ضمن برضو الفوائد بتاعت اللحمة ان هي بتحتوي على الحديد والنحاس الضروري لبناء كرات الدم الحمراء، ودي حاجة اساسية جدا. في عندك كمان بيزود الجسم بالطاقة اللازمة، زي ما احنا عارفين اهو اللحم الأحمر، وبعد كده بيزود الجسم بالطاقة اللازمة. طب لما عندنا اول حاجة بيمد الجسم بمجموعة فيتامين ب، ودي مجموعة فيتامين ب عرفنا انواعها ايه، ودي تعتبر خاصة بالجهاز العصبي حاجة مهمة جدا. برضو بيحتوي على اللحم على املاح معدنية زي ايه؟ زي الكبريت وزي الفوسفور وزي الصوديوم، والحاجات دي كلها مفيدة لجسم الانسان. نيجي كده نشوف بحاجة بسيطة جدا ايه هي العوامل اللي بتأثر على طبيعة وتركيب اللحمة. ايه هي العوامل المؤثرة على طبيعة وتركيب اللحمة؟ اول حاجة عمر الحيوان. عندنا في الصورة هو حيوان صغير اهو، خروف صغير، وعندنا كبير خروف كبير. طيب احنا هنشوف ان لما بيكون عمر الحيوان زايد تبص تلاقي نسبة الدهن فيها بتزيد، والمواد النيتروجينية بتزيد، وبتزيد سمك الليفة العضلية، وبتقل الطراوة ويقل المية. يعني احنا من خلال عملية الاكل بتاعت اللحمة وان احنا نتذوقها، ساعات نقول ان ايه، ان اللحمة دي خشنة، او اللحمة دي الليفة العضلية فيها طويلة ومش طرية، وبنقول ان يبقى نقول ايه دي اللحمة دي من حيوان كبير. كمان انت بتشوف ان اللحمة الكبيرة في السن تبص تلاقي اللون بتاعها بيكون غامق او اللون محمر قوي. طبعا بنفرقها عن اللحمة بتاعت الحيوانات الصغيرة، بيكون نسبة الهيموجلوبين الميوجلوبين فيها قليلة، وبالتالي بنلاقي ان اللحمة بتكون لونها فاتح. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعرفها اللي هو جنس الحيوان. طبعا احنا عندنا نوع اجناس من الحيوان، عندنا الذكور والاناث. طيب لما تيجي تشوف مثلا بالنسبة للاناث، نجد ان بيحتوي لحم الاناث في الدواجن على دهن اكتر وبروتين
اكتر، لا سوري، دهن اكتر وبروتين ورماد قليل. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاناث. طيب في برضو عندنا، لو احنا شفنا بالنسبه للفرق بين الذكور والاناث، نبص نلاقي ان نسبه الوزن الحي والقابليه للاكل في الذكور بتكون اكتر من الاناث. ده برضو نبص نلاقي حاجة تانية، نلاقي ان سمك الليفة العضلية اللي موجودة في الاناث نجدها اكبر في حالة الاناث عن الذكور. اذا احنا من طبيعة اللحمة البيضة او طبيعة الجنس الحيوان سواء ذكر او انثى بنعرف اللحمة ايه وايه هي خصائصها. برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض نعرفها برضو ان اللي بيأثر على اللحوم برضو تأثير الصنف. طبعا في عندنا أصناف كتيرة من الحيوانات، عندنا صنف مثلا يكون متخصص في إنتاج اللحم، وفي عندنا أصناف تانية اللي هي بيبقى خاصة بإنتاج الحليب. ودي طبعا خلي بالكم ان كل نوع من انواع الحيوانات ده بيبقى ليها طريقه في وضع العليقه بتاعتها، الاكل بتاعها بيقول ده لحم يبقى احنا هنزود نسبه من البروتين بحيث تزود العضلات واللحم. في عندنا مثلا حاجات الاعلاف بنزود فيها، بنحط فيها مثلا زي مولاس تزود نسبه المواد السكريه وبالتالي يساعد على اضرار الحليب بالنسبه للحيوانات. في عندنا حيوانات خاصه بانتاج الصوف، عايزين الجلود والصوف بتاعتها، يبقى اذا احنا من خلال الصنف تاثير الصنف احنا بنعرف كل نوع من انواع الحيوانات هيتوجه لايه بالظبط. برضو من ضمن الحاجات اللي بتاثر على اللحمه اللي هي تغذيه وتسمين الحيوان. خلي بالك ان احنا كل ما بنغذي الحيوان بطريقه جيده هتبص تلاقي ان نسبه العضلات بتبقى كتيره والانسجه الرابطه بتبقى قليله، وبالتالي هتبص تلاقي ان هذا النوع من اللحم بيبقى جميل جدا. برضو مكان العضله، اماكن العضله برضو هي بتاثر على نوع اللحمه. في عندنا مثلا العضله الظهريه اللي بتبقى واخده بطول الظهر، تبص تلاقيها عضله لحمه طريه. برضو بتلاقي في لحم زي لحم الصدر ولحم الاوراك في الفراخ، تبص تلاقي كل واحد من هذه اللحوم ليها خصائص مختلفة عن الأخرى من حيث نسبة البروتين ومن حيث الدهن ومن حيث الأحماض الأمينية الأساسية. يعني عندنا مثلا اللحمة بتاعت الصدر في الدجاج نجد أن القيمة الحيوية للبروتين بتاعها عالي عن الأوراك، ودي حاجة طبعا بتبقى معروفة. برضو لازم نبقى عارفين نوع اللحمة، يعني ايه لون نوع اللحمه. في عندنا انواع من كتيره من في عندنا انواع من اللحوم، عندنا مثلا اللحوم البيضاء وفي عندنا اللحوم الحمراء. مثلا اللحوم الحمراء هتبص تلاقي فيها نسبه البروتين عاليه ونسبه الدهن عاليه عن اللحوم البيضاء. هنجد مثلا ان نسبه الكوليسترول ونسبه الدهون الغير مشبعه موجوده في اللحوم الحمراء اكتر من اللحوم البيضاء. مثلا نجد ان نسبه الهيموجلوبين في اللحوم الحمراء اكتر من اللحوم البيضاء. نجد برضو ان يعني احنا لما نيجي نشوف كده نعمل مقارنه، مثلا اللحوم البيضاء بتبقى سهله الهضم وسهله الامتصاص عن اللحوم الحمراء. دي هو اسمها تاثير نوع اللحم على الصفات بتاعه اللحمه. يبقى احنا كده خدنا يا دوبك كده حاجه بسيطه عن اهميه اللحمه ايه وايه هي العوامل اللي بتاثر على اللحمه. لما نيجي دلوقتي نتكلم عن الذبح السليم، الذبح السليم ده موضوع حلو جدا، واحنا دلوقتي يعني بمناسبه العيد احنا هناخد حاجه فيه مهمه جدا. لما نيجي نعمل ذبح سليم اول حاجه بنعملها لابد من الكشف البيطري، ان يفحص الحيوان قبل عمليه الذبح. قبل عمليه الذبح لازم الحيوان يتم فحصه جيدا، لان في حاجات ما نقدرش ان احنا نعرفها الا قبل عمليه الذبح. زي ايه؟ الأمراض اللي بيتم الكشف عنها اللي بيصعب الكشف عنها أو تحديد أعراضها بعد الذبح منها إيه؟ في عندنا مرض اسمه مرض الحمى القلاعية، دي ما نقدرش نعرفها إلا قبل الذبح. في عندك مرض السل، في عندك التسمم الغذائي اللي بيستدل عليه من سرعة التنفس والنهجان الشديد. برضو في عندنا حمى البحر المتوسط، وفي عندنا الحمى الملطية اللي هي من أعراضها نزول صديد من فتحة البول. برضو في مرض اسمه الجمرة الخبيثة. كل الأمراض دي إحنا بنكشف عنها قبل عملية الذبح. طيب عندنا دلوقتي الشروط الواجب توافرها لكي يكون الذبح حلالا. طبعا الكلام ده حلو جدا في العيد بحيث إن إحنا نبقى عارفين إزاي الذبح ده بيكون حلال. طب نشوف مع بعض كده. أول حاجة قبل أي حاجة هنعرف إيه هي الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. مثلا أدوات الذبح، إحنا عندنا السكينة الخاصة بعملية الذبح، في عندنا سكينة خاصة بعملية السلخ، في الخطاف اللي بيعلق عليه الذبيحة، في عندك المنفاخ، في عصا،
وفي عندك المبرد اللي بيخلص بيها، وعندك الحبل، وعندك طبعا الايه الخروف اللي احنا هنبتدي نذبحه. طب عايزين نعرف ازاي نذبح الذبح سليم. لازم نخلي بالنا كويس جدا من كذا حاجه. اول حاجه، لابد ان تكون السكينه المستخدمه في الذبح حاده. ما اجيبش سكينه تلمه واقول هي دي اللي حابه هعذب الحيوان قبل لما اذبحه. طبعا حته تعذيب الحيوان او اجهاد الحيوان قبل عمليه الذبح دي بتخلي خواص اللحمه عندنا سيئه جدا. يبقى انت لازم تدي الحيوان، تدي له نوع من الهدوء والطمانينه. ما تجيبه يعني حتى في عمليه الذبح ما يبقاش الذبح قصاد اغنام تانية، لان ده بيثير الرعب والتوتر في داخل الذبيحه. احنا بنديله الراحه التامه، كل ما اديت الحيوان بتاعك الراحه التامه في اثناء عمليه الذبح خواص اللحمه ما بتتغيرش وبتبقى جميله، غير لما يبقى الذبيحه عندنا او الخروف بيبقى مجهد وخايف، الكلام ده كله بيأثر عليه. يبقى اول حاجه من شروط الذبح السليم رقم واحد ان تكون السكينه المستخدمه حاده. تاني حاجة من خواص عملية الذبح، أول حاجة الذبح بعد الفقرة العنقية التانية بعرض الرقبة، بعرض الرقبة التانية كلها بعد التسمية والتكبير. يعني أنت بتسمي وتكبر وبعد كده بتقول الله بسم الله الله أكبر، وتبتدي تعمل عملية الذبح من الفقرة العنقية التانية. برضو بنعمل قطع للقصبة الهوائية والمريء، ونعمل قطع للودجين، دي تالت حاجة بنعملها. رابع حاجة بتبتدي تتعمل بنأخر تكسير العنق وكذلك عملية السلخ إلى أن تبرد الذبيحة وتنتهي، يعني يبتدي خلاص يعني خلاص حركته تبقى خلاص ما فيش حركة، نبتدي نشتغل في عملية السلخ. إبعاد الذبيحة عن الحيوانات الحية بعد الذبح، ما يكونش مثلا الذبيحة وخلاص الذبح ونجيب الأغنام التانية يبتدي يشوفوا المنظر ده، لأن ده هيأثر على الذبح. برضو التوجه ناحية القبلة بقدر الإمكان. يبقى أنت دلوقتي عشان تعمل ذبح سليم خصوصا إن إحنا في العيد، يبقى أنت لازم تاخد يعني احتياطات كويسة جدا. أول حاجة بتسن السكاكين بتاعتك بطريقة صحيحة جدا، وبعد كده بتعمل عملية إيه؟ بتتوجه ناحية القبلة عشان تبقى الذبح إسلامي. بعد كده بتسمي وتقول الله أكبر، وتبتدي تاخد بالسكينة من الفقرة العنقية التانية، وبتبتدي تذبح بعرض الرقبة والقصبة الهوائية والمريء والودجين كله بيتقطع. بعد كده ما نعملش أي عملية سلخ خالص إلا لما نضمن تماما إن الحيوان ابتدى يرتاح خالص، ويبقى ساعتها نعمل عملية السلخ. برضو لما تيجي تعمل سلخ لابد إن أنت تاخد بالك جدا من عملية السلخ. إحنا بنعمل عملية النفخ للذبيحة، وده هنجيب فيه فيلم صغير بعد ما هنشرح كده الجزء المعرفي. السلخ بتاع الذبيحة، ليه انت بتعمل او بتنفخ الذبيحة قبل عملية السلخ؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. بعد الذبح بيتم عملية اسمها عملية السلخ. طب السلخ ده زي ما انت شايف كده الجزار اهو بيعمل عملية السلخ للذبيحة. طيب ايه هي؟ بتنفخ الذبيحة قبل عملية السلخ ليه؟ اول حاجة لتسهيل عملية فصل الجلد، الجلد لا يمكن هيطلع إلا لما تيجي تنفخ الذبيحة هينفصل الجلد عن اللحم. تاني حاجة إعطاء الشكل المميز للذبيحة بوضوح، تبص تلاقي شكل الذبيحة باين وواضح عندك. المساعدة على النزف الجيد حيث الضغط يضغط الهواء على الأوعية الدموية، كل ما يكون في عملية نفخ بيضغط هذا الهواء على الأوعية الدموية، وبالتالي كمية النزف بتبقى عالية، الهواء بينزل كل الدم اللي عنده. ولا بد ان احنا نلاحظ ان في عملية السلخ بيتم سلخ الأطراف الأمامية، وبعد كده ثم تسلخ الذبيحة مرة أخرى من الرقبة حتى الذيل. طيب برضو بعد عملية الذبح خالص وبنعمل عملية السلخ، بنبتدي نعمل تفريغ لمحتويات الذبيحة الداخلية، بنبتدي ناخد الأمعاء والحاجات ونبتدي نطلعها من إيه؟ من داخل الذبيحة. طيب بنعمل حاجة تانية بعد كده، الكشف البيطري بعد الذبح. يبقى احنا عملنا نوعين من انواع الكشف، كشف بيطري قبل الذبح وكشف بيطري بعد الذبح. طب الكشف البيطري اللي هو بعد الذبح عشان نضمن ايه؟ نضمن الإصابة بديدان الشريطية، بنكشف عن وجود ديدان شريطية، مرض الصفرة اللي هو اليرقان، وفي الإصابة بالتسمم الصديدي. المعلومات دي كلها مش هنعرف نعرفها إلا لما يحصل عملية كشف بيطري بعد عملية الذبح. طيب في بعد كده كيف يستدل على إن الحيوان ذبح ذبح حيوي أو ذبح وهو حي وليس ميت؟ طيب هنعرف إزاي الحيوان ده هو مات وبعدين اتذبح او اتذبح بطريقه اسلاميه صحيحه؟ اول حاجه
إذا تمكن الطبيب من إعادة توقيف الحيوان في مكانه بعد الذبح دل على انه ذبح بعد وفاته. تبص تلاقي تيجي توقف الحيوان بعد ما عملت عمليه الذبح، تيجي توقف تلاقيه يقف ويقع، معنى ان هو يقف شويه وبعدين يقع، معنى كده ان هو توفى الاول وبعد كده تم عمليه ذبحه. طيب في حاجه كمان، غسيل مكان الذبح بماء جارف اذا ظل المكان محتفظ باللون الوردي دل ذلك على ان الذبح حيوي، اما اذا اصبح اللون ابيض دل ذلك على موت الحيوان قبل ذبحه. طب في حاجة كمان، وجود دم متجلط داخل البطين بالقلب وداخل الأوعية الدموية دل على موت الحيوان قبل الذبح. يبقى احنا لازم ناخد بالنا كويس جدا ان في ذبح حيوي وفي الذبح ازاي نعرف ان الحيوان ده كان ميت وتم عملية ذبحه. زي ما قلنا في الشريحة اللي عندنا، احنا بنوقف الحيوان لقيناه ابتدى يقف ويقع، معنى كده ان هذا الحيوان ماله يعني مات وتم ذبحه. الذبيحة لما بتكون طازة واتذبحت على طول ما تقدرش تقف خالص، ما تقدرش حتى تتصلب ولا تمسك نفسها شوية. برضو لازم نبقى عارفين كمان ان احنا بنمسك مكان الذبح ده نحط عليه مية، نغسل بالمية. هتبص تلاقي الحاجة لما تكون الذبح حاوي تبص تلاقي فيه اثار دماء موجودة لسه، الدم ما بينزلش بسهولة. انما لما بيكون الحيوان متوفي اول لما بتيجي تعمل عملية غسيل تبص تلاقي المكان ده يعني ابيض خالص نظيف تماما وبينضف بسرعة جدا، تعرف ان هذا الحيوان تم يعني مات وبعد كده اتذبح. برضو لما بيجي نفحص القلب، لما بنيجي نذبح الحيوان وناخد القلب كده تبص نلاقي ان في البطين في دم متجلط، طالما شفنا دم متجلط في البطين يبقى نعرف كده ان هذا الحيوان تم يعني مات وبعد كده عملنا له عملية ذبح. طبعا الحاجات البسيطة اللي احنا بنشوفها دي حاجات ممكن اي حد بيقوم بعملية الذبح من خلال عملية الملاحظة هيبتدي يعرف هذا الكلام. يبقى شوف طالب، حتى طالب التعليم الفني يعني في جميع في الصناعات الغذائية في جميع يعني البرامج، تبص تلاقيه في العجائن تلاقيه يبقى عارف، تلاقيه في اللحوم يبقى عارف. الكلام ده بيبقى دراسة شيقة جدا بتفهمه حاجات جميلة جدا. طيب في عندنا دلوقتي في فيديو بسيط كده صغير هنبتدي اوعده لكم في طريقة الذبح السليم دلوقتي. بس قبل ما نيجي للفيديو معلش هنقول اختام الحيوان. يتم ختم الحيوان بواسطة اختام. الختم ده لازم يختم بيه الحيوان ده بيتكون من حاجة اسمها لؤم. اللؤم دي عندنا اللقمة الاولى كده بيتكون فيها او بيكتب فيها اسم المجزر، يقول المجزر ده ايه. طيب اللقمة التانية بيقول تاريخ الذبح. برضو اللقمة الثالثة بيقول لك رقم العنبر. اللقمة الرابعة بيكون العلامة السرية. اللقمة الخامسة نوع اللحم. يبقى إذن بعد ما أنت بتعمل عملية الكشف البيطري وبتعمل كل حاجة، يبقى أنت بتبتدي تعمل تختم بقى الحيوان بتاعك. الختم ده بيبقى الختم مكون من لقم بيكتب فيها اسم المجزر، تاريخ الذبح، رقم العنبر، العلامة السرية، نوع اللحمة. كل ده بيكون من خلال إيه؟ من خلال الختم اللي بيتحط على اللحمة. طب إحنا برضو هنعرف حاجة كده جميلة قوي، الختم بتاع الحيوان. طيب احنا عندنا لو انت عندك في الختم في مثلث احمر، مثلث احمر ده معناها ايه؟ معناها ختم المثلث الاحمر لون احمر يعني معناها ابقار وجاموس واغنام اكتر من 3 سنين، تعرف على طول ده بالختم ايه؟ الختم الايه؟ المثلث الاحمر. في عندك المستطيل الاحمر. طب المستطيل الاحمر ده بيكون لايه؟ بيكون للبقر والجاموس والاغنام، بس ده بيكون ايه؟ اقل من 3 سنوات، أقل من 3 سنوات. في عندك الختم اللي هو السداسي الأحمر. السداسي الأحمر ده معناها أبقار أو جاموس أو أغنام أكتر من 5 سنين. في عندك كمان حاجة تانية، في عندك اللون المربع البنفسجي المزرق ده، تبص تلاقيه للأبقار والماعز والجاموس أقل من 5 سنين. ولو كان لحم جمل بيكتب داخل الختم لحم جمل. تمام؟ في عندنا حاجة تانية، الختم البيضاوي البنفسجي المزرق زي ما احنا شايفين دي معناها لو في ختم بيضاوي معناها ان اللحمة دي مستوردة وبيكتب عليها اسم الدولة. يبقى احنا من خلال الختم اللي موجود على اللحمة بنعرف كل المعلومات الخاصة بهذه اللحمة ايه هي. طب عندنا دلوقتي ان شاء الله فيلم كده نشوف طريقة عملية الذبح. شايفين زي ما انتوا عارفين بيعمل عملية اسمها عملية السلخ. بص هو بيعمل ايه؟ بيبتدي الاطراف الاماميه والخلفيه يبتدي يقطعها ويبدا يعمل فيها فتحه ويدخل فيها المنفاخ زي ما انت شايف كده اهو المنفاخ داخل اهو جوه، ويبتدي يعمل عمليه النفخ. اول لما بيجي يعمل عمليه النفخ في حاجات كتير، اول بص تلاقي بص الذبيحه بقت شكلها خدت شكل مميز ازاي،
ويبقى سهل ان هو دلوقتي يعمل عملية السلخ. ليه؟ لان هتبص تلاقي ان الصوف هيبتدي سهل جدا ان هو هينفصل عن اللحم. بصوا بقى طريقة السلخ بسيطة سريعة ازاي، بيبتدي يسلك اهو بطريقة صحيحة جدا عشان بس تبقوا انتوا فاهمين عمليه التسليق. وطبعا السكينه اللي بيستخدمها بيبقى سكينه حاده جدا، بياخد الاطراف الاماميه والاطراف الخلفيه ويبتدي اهو زي ما انتوا شايفين اهو بيبتدي عمليه السلخ، وبيبقى متمكن جدا في عمليه السلخ، بيقطع بسرعه بسرعه زي ما انت شايف في الفيديو اللي عندك اهو، سريع سريع اهو. طبعا بمجرد ان هو عمل سلخ الاعضاء اللي هي الاماميه والخلفيه، تبص تلاقي بيبقى سهل قوي بعد كده ان هو يشد الصوف عن ايه؟ عن الذبيحه اللي عنده. شايفين المنظر؟ طيب بعد كده في مهم حاجه مهمه جدا انا عايزه اتكلم فيها بعد عمليه الذبح دي. احنا خلصنا عمليه الذبح وخلاص عندنا سلخنا اللحمه، سلخنا الذبيحه اللي عندنا وشلنا الصوف بتاعها، وعندنا في ثلاث حاجات بتحصل للحمة اسمها تغيرات ما بعد الذبح. ايه هي التغيرات دي؟ التغيرات دي يا جماعة بتبقى ثلاث حاجات، بتبقى ثلاث حاجات. اللحمة أول لما بنذبح الذبيحة دي اسمها مرحلة التزاجة، دي اسمها مرحلة ايه؟ التزاجة. تزاجة لسه مركبات الطاقة في اللحمة لسه عالية، ليها خواص معينة وليها صفات معينة. ساعات ناس تقول لك إيه خلاص احنا بقى نذبح، وبعد ما بنذبح اخد اللحمه وهي سخنه كده وابتدي ربه البيت تقول لا ما شاء الله هاخدها واطبخها على طول او اسلقها عشان اللحمه لسه طازه. هقول لها ما تعمليش كده، لان اللحمه لما تيجي تتاخد زي ما هي كده في مرحله الطزاجه بعد الذبح مباشره وتيجي تاكليها، هتبصي تلاقي مركبات الطعم مش ما فيهاش طعم، طعمها وخواصها مش حلوه. معقوله؟ اه معقوله. بعد كده في مرحلة تانية اسمها مرحلة التيبس الرمي. مرحلة التيبس الرمي وهشرحها دلوقتي وايه الحاجات اللي بتحصل فيها. تبص تلاقي الذبيحة اتصلبت، اتخشبت زي ما بيقولوا ايه، اتصلبت واتخشبت، ودي بتقعد فترة معينة في الأغنام، ممكن تقعد 8 ساعات. على فكرة كل نوع من أنواع الحيوانات ليها مدة معينة، السمك ليه فترة تيبس رمي، الطيور نفس الحكاية، الأغنام والماعز ممكن تاخد حوالي من 3 ل 8 ساعات تبتدي يحصل تصلب للأنسجة بتاعتها. طيب بتحصل تغيرات، التغيرات اللي بتحصل في مرحله في هذه المرحله في التيبس الرمي مفيده للحمه ومفيده لخواص اللحمه. الكلام ده برضو هنقوله بطريقه من التفصيل، يعني ايه بيحصل التيبس الرمي؟ يعني اذا انت ما تبتديش تستهلك اللحمه مباشره، لا ده انت هتستنى عليها، تحطها في غرفه كده كويسه نظيفه مده 8 ل 10 ساعات في جو كويس، وبعد كده تعمل لها عمليه حاجه اسمها عمليه الانضاج. يعني ايه عمليه الانضاج؟ بعد ما بتنتهي مرحله التيبس الرمي وخلاص ابتدت في خواص والانزيمات اشتغلت وحصل تغيير لخواص اللحمه، تبتدي تاخدها وتبتدي تحط لها عمليه انضاج، ان انت تحطها في التبريد في الثلاجه او التجميد. ليه؟ لما بتيجي تعمل عمليه تبريد وتجميد هتبص تلاقي خواص اللحمه بعد ما بتيجي تاكلها ممتازه. يبقى اذا نصيحه لكل رب بيت، ان لما بتكون الذبيحه عندك لسه مذبوحه، لا ما تعمليهاش على طول وما بتطبخيهاش على طول، لا استني شويه فتره التيبس الرمي 8 ساعات، وابتدي حطيها في الثلاجه لفتره معينه، وبعد كده ابتدي طلعيها وابتدي استهلكيها، علشان هتبصي تلاقي طعم اللحمه في الاول غير طعمها بعد ما حصل لها عمليه الانضاج. برضو هنشرح فتره اللي هي فترة التزاجة خواص اللحمة بتبقى ايه، وفترة التيبس الرمي خواص اللحمة بتبقى ايه، وفترة الانضاج خواص اللحمة بتبقى ايه. اول فترة هناخدها اللي هي فترة اللي اسمها حالة التزاجة بعد الذبح مباشرة، حالة التزاجة بعد الذبح مباشرة. اول حاجة تبص تلاقيها يكون الأس الهيدروجيني مرتفع حوالي 7، كلمة الأس البي اتش، يعني البي اتش بيكون ايه، بيكون ماله، بيكون مرتفع. يعني ايه؟ يعني الحموضة بتكون قليلة، الحموضة بتكون قليلة في هذه الفترة. طيب برضو كمية الجلايكوجين والكرياتين والكرياتين فوسفات والادينين تراي فوسفات اللي هي الاي تي بي، دي اسمها مركبات الطاقة، دي بتكون لسه كميتها مرتفعة، لسه الكميه بتاعتها مرتفعه، لسه الحيوان اللحمه سخنه، لسه في مركبات الطاقه زي ما هي كميتها عاليه.
طيب في كمان هتبص تلاقي ان اللحمه بتبقى طريه، الطراوه بتاعتها عاليه جدا بعد حاله الطازجه دي على طول. برضو كده قدره اللحمه على امساك الميه تكون عاليه، ما بيحصلش اي فقد لسوائل اللحمه طول ما اللحمه لسه مدبوحه على طول. برضو في عندنا في اللحمه بروتينات عضليه، البروتينات دي اسمها ايه؟ الميوسين والاكتين. دي بروتينات عضليه بتاعت اللحمه. طيب بتكون مالها الاكتين والميوسين؟ الاكتين والميوسين دول بيكونوا مفككه، بتكون مفككه، قدرتها على الذوبان مرتفعه. هتبص تلاقي الليفه العضليه مرتخيه، مرتخيه وطريه. برضو هتلاقي واللي هي اهم حاجه تركيز الطعم والرائحه غير مرتفع، اللي هو بنقول عليها النكهه. النكهه بتاعت الايه؟ بتاعت اللحمه بتكون مش حلوه قوي، تركيز الطعم فيها والريحه مش قوي. ما تبص ما تلاقيها مش حلوه زي ما انت فاكر. بعد كده تلاقي الالياف العضليه مرتخيه تماما، لان طبعا تبص تلاقي يعني كل ده بيحصل بعد عمليه الايه؟ بعد عمليه الذبح مباشره. طيب في مرحله تانية اسمها مرحله التيبس الرمي. يعني ايه تيبس رمي؟ زي ما قلت من قيمه شويه، الحاله اللي بيصبح فيها الذبيحه متصلبه، وقلنا ان كل ذبيحه ليها فتره معينه من التيبس الرمي. التيبس الرمي دي في اهم التغيرات الكيميائيه الحيويه المسببه للتيبس الرمي. ايه هي؟ اول حاجه بيحصل هدم للجلايكوجين الى حامض لاكتيك. احنا عارفين الجلايكوجين دي المواد الكربوهيدراتيه دي، بمجرد انها تتهدم، طب هتتهدم هتتحول لحامض لاكتيك، يبقى البي اتش هنا هينخفض والحموضه بتاعه اللحمه هتزيد، وعشان كده اللحمه بتحافظ على خواصها، لان الحموضه هنا ما بيحصلش نمو للميكروبات لان نسبه الحموضه عاليه، وبالتالي ما بيحصلش فساد في النقطه دي. تاني حاجه بتحصل هدم الكرياتين وكذلك الايدينين ترايفوسفيت اللي هي الاي تي بي، مركبات الطاقه بقى في حاله التيبس الرمي. هي كانت في الاول عاليه او لما اتذبح الحيوان، لكن لما بيجي اللي يحصل عمليه التيبس مركبات الطاقه اللي موجوده تبص تلاقيها قلت خالص، اللي هي مركب الاي تي بي زي ما بيقولوا. طيب في عندنا حاجه ثانيه، بعد كده برضو احنا قلنا في مرحله الطازجه ان بروتينات اللحمه اللي هي الاكتين والميوسين بيبقوا مفككين. لا ده هنا بقى بيحصل ايه؟ بيتحد الاكتين مع الميوسين، اللي هي العضله بتتحد مع بعضها، الاكتين والميوسين هي البروتينات بتاعه العضله، بيتكون اكتوميوسين. اكتوميوسين ده عباره عن ايه؟ بروتين صلب، تبص تلاقيه صلب، بيساعد على ان العضله بتكون ما بقاش تراب، تبقى ناشفه، زياده صلابه الجسم. تبص تلاقي اللحمه بقت نشفت. ليه نشفت؟ لان الاكتين والميوسين اللي كانوا موجودين في صوره مفككه في مرحله الطازجه ابتدوا يتحدوا مع بعض بيكونوا الاكتوميوسين، وهو بروتين صلب يساهم في نقص الطراوه وزياده صلابه الجسم. من ضمن برضو الحاجات، مع زياده الحموضه يقترب البي اتش من التعادل الكهربي للبروتين، فتقل قدره اللحمه على امساك الميه. ده كان غير الطازجه. في فتره الطازجه اللي هي بعد ما اللحمه بتتدبح، بعد ما الذبيحه بتتدبح على طول، قدره اللحمه على مسك الميه كانت قدرتها ايه؟ قدرتها ضعيفه. قدرتها قويه، انما دلوقتي بعد لما حصل عمليه التيبس الرمي ولما زادت الحموضه اقترب البي اتش من بي اتش التعادل للبروتين، عشان كده اللحمه تبقى قدرتها على مسك الميه بتقل، وتبص تلاقي في سوائل ممكن تنزل من الذبيحه. برضو نجد ان الالياف العضليه مستقيمه او مموجه او رفيعه او مرتخيه، ولكن لما يجي يحصل التيبس الرمي كل ده بيختلف. تبص تلاقي الليفه العضليه سمكها بيزيد، وتبص تلاقي ان الليفه العضليه بيحصل لها عمليه التواء، بيعمل زي عقده كده، عقده، فدي اسمها تيبس. تبص تلاقي الليفه العضليه سمكها بيزيد وبتلتوي بشده. برضو الانسجه الضامه بتساهم في نقص الطراوه، طراوه اللحمه، زياده الصلابه بالتيبس الرمي، ان كميه الانسجه الضامه برضو بالتيبس الرمي نجد انها بتساعد على صلابه اللحوم. يبقى احنا دلوقتي خدنا فتره التيبس الرمي، يبقى احنا عندنا فتره الطازجه اما نيجي نشوفها مختلفه تماما عن فتره التيبس الرمي، كله عكس بعضه. احنا قلنا في فتره الطازجه ان الحموضه بتبقى قليله. طب لا حموضه قليله لان لسه ما حصلش هدم للجلايكوجين الى حامض لاكتيك، تبص تلاقي الحموضه قليله، الالياف العضليه بتكون مرتخيه، البروتينات بتاعت اللحمه الاكتين والميوسين دول مش متحدين مع بعضهم، مفككين، وبالتالي في طراوه،
وتلاقي ان قدره اللحمه على مسك الميه بتبقى عاليه جدا، ده بعد الطازجه. والطعم تبص تلاقي الطعم ضعيف، اللي هو النكهه بتاعت اللحمه ضعيفه. لكن لما بيحصل بقى ظاهره التيبس الرمي عكس تماما، العكس تماما. ايه اللي عكس تماما؟ احنا قلنا الجلايكوجين بيبقى عالي في الطازجه، لا، ده الجلايكوجين بيتهدم ويتحول الى حامض لاكتيك، بتزود الحموضه بتاعت اللحمه، والحموضه كل ما بتزيد بتحافظ على اللحمه من الاصابه بالميكروبات. دي حاجه كويسه. برضه تبص تلاقي ان العضله بدل ما كانت مرتخيه تلاقي اتشدت مع بعضها، تلاقي عملت عقد كده، الليفه العضليه ابتدت تقصر وتبقى سميكه وتبتدي تاخد التواء، اللحمه تحس انها ناشفه. طيب ده معناها ان الاكتين والمايوسين اللي موجودين في اللحمه حصل بيها في طريقه وفي ميكانيزم خاص بعمليه الاتحاد دي، وبيحصل انها بيكون الاكتوميوسين اللي هو صلب، بيبقى ايه، بيدي الصلابه للحمه في خلال فتره التيبس الرمي. نبص نلاقي المركبات الطعم تبتدي تزيد، مركبات الطاقه كلها بتتهدم، كلها بتقل، خلاص انتهت. الكلام ده كله بيساعد على تحسين خواص اللحمه، بيساعد على ايه؟ على تحسين خواص اللحمه. وخلي بالكم التيبس الرمي بتتاثر بدرجه الحراره، بمعنى ان انت لو خفضت درجه الحراره التيبس الرمي ما بيبقاش بسرعه، بياخد وقت طويل عشان يتعمل. لكن لما بتكون درجه الحراره عاليه بيحدث العكس، التيبس الرمي بيبقى سريع. الحاجات دي برضو اسمها عوامل بتاثر على التيبس الرمي. طيب لما نيجي نشوف برضو كده، عندنا المرحله الثانيه اللي هي اسمها مرحله الانضاج. ايه مرحله الانضاج دي؟ مرحله الانضاج يعني ان انت بتترك اللحمه بعد الذبح مده معينه في الثلاجه، ثلاجه التبريد. طب بيحصل ايه بقى؟ تزيد الطراوه وتتحسن خواص اللحمه. تاني هقولها الحته دي، مرحله الانضاج عباره عن ايه؟ ان انت بتترك اللحمه بعد الذبح مده معينه في الثلاجه، بيحصل ايه؟ بتزيد الطراوه وبتتحسن خواص اللحمه. طيب مرحله الانضاج بقى ليها مميزات جميله جدا. ايه هي؟ اول حاجه بتتحسن قدره اللحمه على امساك بالميه. برضو ان انا عايزه برضو اقولها قبليها، بتتحسن الطراوه بمقدار 3 مرات عن اللحم الطازج. تبص تلاقي مش احنا اللحمه الطازه قلنا انها طريه؟ لا، دي بتبقى احسن كمان وبتبقى اطرى، بتبقى اطرى. يبقى تتحسن الطراوه بمقدار 3 مرات عن اللحم الطازه. تاني حاجه، بيحدث هدم جزئي للبروتين بتاثير الانزيمات الطبيعيه المحلله للبروتين. طبعا دي حاجه كويسه، بتخلي عمليات الهضم للحمه بتبقى سريعه. برضه بتتحسن رائحه وطعم اللحمه، وبتتحسن قدره اللحمه على الامساك بالميه زي ما احنا قلنا كده، وبترتخي الالياف العضليه، ترتخي الالياف العضليه فتصبح مستقيمه بها عقد تقلصيه، تزداد قابليه الكولاجين للتحول الى جيلاتين بالغلي، وتقل متانه الانسجه الضامه. يبقى احنا دلوقتي عارفين ان دلوقتي كل لما بتيجي تذبح الذبيحه بتاعتك في حاجه ناخد بالنا منها، ما نستهلكش اللحمه على طول، نستنى فتره التيبس الرمي تعدي. بعد ما فتره التيبس الرمي تبتدي تعدي، نبتدي نعمل لها فتره الانضاج، ان احنا ناخد اللحمه ونحطها في الثلاجه. زي كده بقول لك ايه، الحموضه بتبقى قليله وبعدين بترتفع وبعدين بتقل، زي ما اكون ايه، زي منحنى، زي كيرف كده. مركبات الطعم والطعم بتاعت اللحمه تبتدي تزيد مع فتره الانضاج. الليفه العضليه كان الاول اتحد الاكتين مع المايوسين وتكون اكتومايوسين، وابتدت الليفه العضليه تقصر وابتدت تلتوي. لا، ده احنا بعد عمليه الانضاج تبص تلاقي الليفه العضليه تبتدي تاخد فتره راحه وتبتدي ترجع طريه قبل كده. بالعكس، ده تبص تلاقي فتره الانضاج ان اللحمه اطرى من اللحمه بعد الطازجه. وطعم اللحمه لو انت عملت كده اختبار، جيب كده ناس ياكلوا اللحمه بعد الذبح مباشره، وجيب ناس ياكلوا اللحمه بعد لما تبتدي تعملها عمليه الانضاج والتيبس الرمي، هتبص تلاقي طعم اللحمه دي مختلف عن طعم اللحمه دي تماما. يعني سبحان الله، يعني دي حاجات لازم احنا نبقى واخدين بالنا منها كويس. يبقى انت خدت في الجزئيه دي بالذات حاجات مهمه فيها، عن طريق ازاي الحيوان بيتذبح، ازاي ذبح سليم، شروط الذبح الحيوي، وازاي نعرف ان كان ده ذبح حيوي او ذبح حصل للحيوان مات وبعد كده ذبحناه. خدنا اهميه اللحمه، اللحوم في قيمتها الغذائيه ايه،
وخدنا بعد كده ازاي بيتم عمليه خطوات الذبح ايه، ازاي بنعمل كشف بيطري قبل عمليه الذبح، وازاي بعد كده بنعمل عمليه الذبح، وبعد كده بنعمل عمليه الاخلاء بنخلي الامعاء ونعمل كشف بيطري عليها ونعمل عمليه السلخ والختم. اتمنى من حضراتكم انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه دي، وان احنا بقينا نعرف ازاي هنعمل ذبح للذبيحه، وازاي هنعرف من خلال رؤيتنا لعمليه الذبح ايه الخطا اللي احنا بنقع فيها. على امل اللقاء فيكم ان شاء الله في الحلقه القادمه ونكمل موضوعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.